الحقيقه يمكن انا هتكلم شويه النهارده على ملف الاستثمار والتعاون الاقليمي والدولي لان هذا الملف الحقيقه يعني المدار الاسبوع ده الحقيقه شهد حاجات كبيره جدا ودايما بيتقال لنا ما فيش يعني بديل للدوله المصريه غير بزياده الاستثمار الاجنبي المباشر وزودوا تشجيع المستثمر الاجنبي انه يجي ويضخ استثمارات في البلد. أرجو من حضراتكم يعني نتابع بالظبط اللي حصل على مدار هذا الأسبوع. الأسبوع ده بدأ بزيارة مهمة جدا من رئيس دولة ألمانيا. وألمانيا طبعا من أكبر الدول العظمى وهي أكبر دولة في أوروبا ومن أكبر اقتصاديات العالم. وطبعا كان هناك لقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفاق وتوقيع العديد من المشروعات لكن الأهم الأهم إن سيد الرئيس الألماني كان معاه وفد كبير من كبار الشركات الالمانيه وبيكلموا معانا على مشروعات مهمه جدا في قطاعات الصناعه والتنميه بصوره معينه والشركات دي الحقيقه يعني بتتجه لوضع خطط تنفيذيه لمشروعات كبيره جوه مصر زاروا مع بعض طبعا واحده من المحطات المهمه جدا لمشروع القطار الكهربائي السريع فائق السرعه اللي بتنفذه معانا طبعا شركه سيمنز الخط الاول وده بيعتبر الحقيقة رمز من رموز التعاون ما بين مصر وألمانيا والحقيقة يمكن الشركات أيضا اللي بتنفذ هذا المشروع المهم جدا اللي أثنى عليه الرئيس الألماني وقال ده من أهم المشروعات اللي هتهسهم في تحديث مصر شركات مصرية كبيرة بننقل لها الخبرات وبقت النهاردة عندنا قادرة إنها تقوم بتنفيذ مثل هذه المشروعات في دول تانية أيضا ولكن الرسالة المهمة شركات ألمانية كبيرة أبدت اهتمام وكلها بتتكلم على توسعات القائم منها هنا في مصر بيتكلم على خطط توسع لمشروعاته جوه مصر وشركات بتيجي لأول مرة وبتقول احنا عايزين نيجي نستثمر في مصر في خلال الفترة الجاية أيضا كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة وأيضا كان الكلام من خلال هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة في خلال الفترة الجاية انا قمت الحقيقه بزياره مهمه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه والحقيقه كان محور هذه الزياره هو تشجيع الاستثمار في مصر وفتح افاق كبيره جدا لزياده الاستثمارات ان شاء الله السعوديه في مصر والحقيقه شرفت طبعا بلقاء سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي ونقلت لي تحيات طبعا فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولسموه وحرصنا على الكلام على حاجات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله الشيء المهم ان احنا يعني تم الاعلان طبعا وزي ما حضرتك متابعته ان احنا انهينا مسوده الاتفاق حمايه وتشجيع الاستثمارات المصريه السعوديه المشتركه وانا بس حابب ان انا عشان لقيت برضو كلام بيتقال يعني ايه حماية الاستثمارات السعودية لا هي الاتفاقية هي اتفاقية مشتركة متبادلة بمعنى انها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية ايضا والاتفاقيات دي مصر موقعة على العديد والعشرات من هذه الاتفاقات الثنائية مع العديد من الدول عدد كبير من الدول العربية احنا بنوقع هذه النوعية من الاتفاقيات ويمكن كان هناك رغبة مشتركة ما بين مصر والمملكة العربية ان احنا نعمل نفس الاتفاقية دي عشان تبقى للاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المشتركة ما بين البلدين الاتفاقيات دي بتتكلم على ايه ازاي ان احنا نيسر من اجراءات دخول المستثمر ونشجعه ببعض الحوافز الإدراء... الاجرائية والادارية ازاي لقدر الله لو في حال نوع من النزاعات يبقى في اليات سريعة لحل وتسوية هذه المنازعات بيبقى هو ده محور هذه الاتفاقيات، والاتفاقيات دي ما بتتوقعش غير لما بيبقى فيه رغبه مشتركه من الجانبين عشان شايفين ان في بقى حجم استثمار مشترك وعايزين ان احنا نسرعه ونكبره بصوره كبيره. واللي عايز اقوله لحضراتكم ويمكن يمكن حضراتكم سمعته ولكن انا حابب ان انا اكرره هو ما بقاش فقط في استثمارات سعوديه في مصر ولكن بقى في استثمارات مصريه ايضا في المملكه. ويمكن وزير الاستثمار السعودي قال إن النهارده بقى في السعودية في تواجد لأكثر من 5700 شركة مصرية بمشروعات هناك هم مقدرينها إن هذه المشروعات على مدار السنين القادمة بتتكلم في حجم استثمار يصل إلى 70 مليار ريال سعودي فبقى في تواجد أيضا مصري موجود في المملكة زي ما بقى في تواجد سعودي في مصر واللي احنا بالتأكيد كدولتين بنشجع زيادة هذه الاستثمارات المتبادلة وتكاملها وهو ده اللي اتكلمنا عليه ان يبقى في نوع من الشراكات والتكامل ما بين الشركات المصرية والسعودية عشان ندخل مع بعض في كيانات مشتركة في أسواق أخرى بإذن الله في خلال الفترة الجاية وده برضو استثمار أجنبي مباشر إن شاء الله الفترة الجاية يدخل إلى مصر وكان طبعا يعني سمو الأمير أكد على أن الصندوق الاستثمارات السعودي هيبقى بيضخ في خلال الفترة الجاية 5 مليار دولار امريكي في مشروعات بيتم الاتفاق عليها او حيتم الاتفاق عليها من الجانبين في قطاعات اقتصاديه مهمه ده بالاضافه او بخلاف الاستثمارات اللي القطاع الخاص السعودي ان شاء الله هيدخل فيها وكان في اهتمام شديد جدا ويمكن كان عندي فرصه ان انا التقي مع اتحاد الغرف السعوديه وقعدنا مع كبار المستثمرين الكبار هناك وكان في اهتمام شديد لزياده الاستثمارات ان شاء الله في خلال الفتره القادمه باذن الله